وجوه متعبة أرهقها الانتظار، أجبرتها الحاجة على الجلوس هنا، فهي لا تقوى حتى على الوقوف في ذلك الصف كغيرها من الناس الذين سارعوا للحصول على بعض المساعدات الواصلة إليهم أخيرا من بعض المنظمات الإنسانية. في الحديدة تغيب الدولة وتحضر الميليشيا فقط، وبينهما يحضر الكثير من الخوف والجوع. إلى ما قبل دخول الحوثيين، كانت العديد من الأسر الفقيرة تعتمد بشكل أساسي على ما توزعه المنظمات وتتكفل به الهيئات من مواد غذائية وإغاثية. عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات العمل الخيري أغلقت أبوابها بعد ملاحقة الميليشيا للقائمين عليها وتجميد أرصدة بعضها في البنوك اليمنية، لتبقى هذه الأسر دون مصدر للدخل يساعدها على الاستمرار في الحياة. تنتظر فقط بعضا من هذه المساعدات المتسللة إليهم. تعد الحديدة واحدة من أفقر المدن اليمنية وأكثرها بؤسا، تنخفض فيها معدلات الفرد لأقل من نصف دولار في اليوم الواحد. أبناؤها يعانون فقرا ضعفته الحرب، فأسكنتهم في مرمى الحاجة التي لا ترحم.